وعندي بقى وصفة حلوة قوي مع الكفتة. دايما بنعمل مع الكفتة مكرونة او رز او بطاطس. النهاردة هعمل لكم وصفة فيها خضار، فيها فلفل وفيها فاصوليا. هي وصفة اسمها فاصوليا مسكرة، بتتقدم في مطاعم، حاجة حلوة قوي مختلفة ما بنعملهاش في بيوتنا كتير، بس سهلة. وهي عبارة عن سلق وصوص مش اكتر. عندي مية مغلية بسلق فيها الفاصوليا من غير اي حاجة، من غير ما احط ملح، من غير ما احط ولا اي حاجة. هسلقها نص سلقة وهسيبها كده تاخد لها 10 دقايق في المايه المغليه. هعمل معاكم بقى دلوقتي الصوص وهقول لكم المقادير. هستخدم سلطه الفاصوليا المشويه، هستخدم لها فاصوليا، هقسمها 3 انصاص لو بالمقص او بالسكينه، مش هنقعها ولا اي حاجه. هسلقها نص سلقه وهستخدم فلفل الوان شرايح متقطع كده، شرايح رفيعه ونص، يعني الفلفلايه نقطعها بالطول ونقسمها على 3 انصاص. وهستخدم بصل ابيض مكعبات، هستخدمه كده وعايزاه يكون فريش كده، مش هسلقه ولا هشوحه ولا اي حاجه. وهستخدم بقدونس متقطع، وهستخدم ثلج هحط فيه الفاصوليا اول ما اطلعها من السلق علشان تخليها دايما فريش، وهي طعمها بيبقى لازم يبقى جامد في البق، كاننا مثلا مقطعين خيار، مش دبلان ولا حاجه متشوحه ولا حاجه فيها زيت، حاجه كلها ساقعه في ساقعه كده. الصوص بتاعي هستخدم زيت ذره، عصير ليمونه، سكر او عسل، معلقه خل، ملح وفلفل ابيض. عندي دلوقتي فلفل ابيض، يا ريت مش فلفل اسود عشان انا عايزه لون الصوص ده يبقى بنفس لون. الخل هيكسر معايا هو والليمون طعم العسل اللي انا هحطه الكتير دلوقتي. وهحط ملح وعندي زيت اللي انتوا عايزينه بقى، زيت زيتون او زيت دورة اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا بتفضلوه اكتر. بس هو الجو بيخلي كل حاجة النهاردة، اللحمة وانا بعملها كانت ساقعة جدا، العسل بيمسك في نفسه بسرعة جدا بسبب السقعة. وابتدي اقلب معاكم الصوص ده كده. فاحنا حطينا مع بعض عسل وخل وليمون وملح وفلفل ابيض، كسرنا الحدية بتاعت العسل، الحلاوة بتاعته بالخل والليمون وشوية الملح اللي حطيناه. صوص كده جميل. بصوا العسل داب على طول، عايزاكم تحطوه بالترتيب ده، مش العسل الاول وفوقيه كل حاجة، الاول نحط كل حاجة وبعدين في الاخر خالص العسل. هشيل معاكم الاطباق دي. حط الملح كده. شوف دلوقتي معاكم الفاصوليا، انا عندي كده الفاصوليا اخدت نص سلقه، ابتدي احطها هنا. بصوا انا مش عايزاها دبلانه خالص، هي اصلا ما بتاخدش وقت، يعني حتى لما بتيجي نعملها كطبيخ ما بتاخدش معانا وقت، هي والبسله من الحاجات اللي بسرعه جدا كتشويح او سلق بنلاقيها غيرت على طول بدات تستوي. خطوه التلج دي مهمه قوي، زي لما كنت بقول لكم ساعات في خطوات الكفته انه نحط تحت اللحمه تلج عشان تفضل ماسكه نفسها. نفس الكلام في الفاصوليا او اي حاجه سوتيه بنعمله، نطلعه من الميه احسن حاجه على التلج على طول. في ناس بتعمل كده كمان في الفرايز، في البطاطس المقليه. خطوه التلج دي مهمه قوي. بس كده تمام. دلوقتي عندي وهحط شوية ثلج، احطها كده شوية صغيرين. هقلب معاكم بقى كل المقادير بتاعتي، البصل والبقدونس والفلفل والفاصوليا. كل ما تسيبها في التلج شويه كل ما يبقى احسن.
بس عشان ما عنديش وقت عشان وقت البرنامج، بس زي ما بقول لكم انتوا لو سبتوها شويه تمسك نفسها ترجع تاني كانها ما اتسلقتش تدي لون اخضر اكتر تبقى افضل. اكيد نقلبها مع بعض كده، هي بالظبط بالظبط زي بتاعه المطاعم، هي كل فكرتها في العسل مع الخل، هي دي الفكرة الأساسية بتاعتها، إن العسل الأبيض مع الخل مع الليمون مع الملح بيغيروا الطعم، بيبقى ميكس حادق على حلو ومظبوط. يعني نحطها كده في طبق التقديم، سلطة مختلفة وجديدة، جربوها وقولولي رأيكم وإن شاء الله تعجبكم.